أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيجريان مناقشات مفصلة بشأن سوريا عند اجتماعهما في يوليو. وفي سياق آخر، أكد سيرجي فريشنين نائب وزير الخارجية الروسي بأنه لا يمكن أن تقع أي حوادث بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا. وقال فريشنين إنه لا يمكن أن تكون هناك اشتباكات أو مواجهة مباشرة.